أكدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أن البرنامج المهني الذي يأتي ضمن فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد وسيلة مستحدثة لدعم صناعة الكتاب والنشر. وأضافت الوزيرة أن البرنامج المهني يشتمل على مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تطوير ومواكبة القفزات المتلاحقة في هذا المجال ولتكوين قاعدة بيانات متكاملة للعاملين به، مشيرة إلى أهميته في الارتقاء بالمنتج المعرفي. النهارده طبعا بالنسبه لنا هو يوم عرس حقيقي للكتاب وللكتاب وللناشرين والمثقفين وكل المصريين. الحقيقه افتتحنا المعرض عندنا حوالي 1063 ما بين دور نشر وما بين مشاركات، 51 دوله بالظبط. هم زادوا ناشر، زادوا كمان ناشر. عندنا فعاليات كتيرة جدا، طبعا شخصية المعرض الكاتب الكبير يحيى حقي، وأيضا شخصية معرض الكتاب، ودي لأول مرة الكاتب الكبير العظيم عبد التواب يوسف. يمكن عندنا السنة دي استحدثنا كتير من التقنيات الحقيقة، وأهمها طبعا المنصة بالنسبة للكتاب ومعرض الكتاب.